قناة الأهلي في كل مكان، زي ما بنتكلم طبعا اليوم الثاني على التوالي بالنسبة طبعا للندوات الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي. قرر طبعا كعادة مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأول في فرع الشيخ زايد، واليوم الثاني في النادي الأهلي مقر الجزيرة، واليوم الثالث في مدينة نصر. ندوات مكثفة طبعا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لشرح لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي، وأيضا أوجه الاختلاف الكبيرة بين اللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الأولمبية. يمكن طبعا كان معايا من لحظات اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلمت معاه طبعا في اكثر من محور على طبعا اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا يمكن الكل هنا من بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بيشيدوا باللائحه في بعض الامور الخاصه زي ما احنا عارفين طبعا من اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي الاهلي، وده اللي بيقوم مجلس اداره النادي الاهلي متمثل طبعا في المهندس محمود طاهر بالشرح طبعا للنقاط اللي عليها اختلاف كبير جدا من اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه او الصادره من اللجنه الاولمبيه. لكن باكد لك يمكن في وعي كبير جدا هنا من اعضاء النادي الاهلي سواء فرع الشيخ زايد او فرع الجزيرة أو مدينة نصر، والكل طبعا بيقر طبعا أن النادي الأهلي وعضو الجمعية العمومية له الحق الأصيل والأوحد طبعا في اختيار طبعا لائحته الخاصة. أي اختيار كمان يخص طبعا النادي الأهلي هو حق أصيل لعضو الجمعية العمومية. يمكن طبعا يمكن في اللحظات أو طبعا من صباح اليوم طبعا في تجهيزات كبيرة لهذه الندوة، وبعد يمكن أقل من ربع ساعة هيبدأ طبعا المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ببداية الندوة الخاصة هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شرح مكثف زي ما بنتكلم طبعا عن اللائحه، وكل طبعا بياكد على ان النادي الاهلي بالنسبه طبعا للمستشارين القانونيين للنادي الاهلي، النادي الاهلي لم يخالف القانون في فرض جمعيه عموميه على يومين تيسيرا طبعا على الاعضاء. الناحيه الثانيه طبعا زي ما احنا عارفين اللجنه الاولمبيه بتقول يوم واحد، لكن النادي الاهلي مستند قانونيا طبعا على هذه الامر الخاص طبعا باللائحه لان هو اجتماع خاص والاجتماع لم يحدد يوم او اثنين. مستمرين معاك طبعا كابتن هيثم السعيد هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، واكيد طبعا هيكون في نقل خاص للندوه الخاصه بالمهندس محمود طاهر، واكيد مستمرين معاك هنا من النادي الاهلي ولقاءات خاصه مع اعضاء النادي الاهلي وايضا مجلس اداره النادي الاهلي. وفي هذه اللحظات عوده ليك يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد من فرع النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا الجزيره لاعضاء الجمعيه العموميه. كريم يعني اتفضل. جديد كابتن هيثم السعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، طبعا بيضمننا في هذه اللحظات الكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن هاني طبعا زي ما اتكلمنا لو برجع معاك للنادي الاهلي الشيخ زايد الندوه الاولى، طبعا بالنسبه للنادي الاهلي بنراهن على وعي الاعضاء، الاعضاء كلها يمكن عندها وعي كبير جدا وبتطلب ان يكون النادي الاهلي وعضو الجمعيه العموميه هو صاحب الكلمه الاولى في اللائحه. النهارده النادي الاهلي اليوم الثاني على التوالي فرع الجزيره، كلمنا على التجهيزات وكلمنا على اللي انت لمسه كمان من اول يوم بالنسبه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بمسي عليك اولا وبمسي على جماهير النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي، وطبعا الندوات الغرض منها ومعموله للتوعيه للي عنده استفسار، اللي عايز حاجه يسالها، اللي عايز اي توضيح في مساله اللائحه، في مساله قانونيه اللائحه، في مساله الاجراء ده احنا عاملينه ليه كنادي، اي اسئله متعلقه بهذا الموضوع. احنا طبعا يعني انت شايف ان في هجوم اعلامي كبير جدا على النادي الاهلي، ليه النادي الاهلي عايز يعمل لائحته الخاصه؟ النادي الاهلي من حقه انه يعمل لائحته الخاصه زي ما القانون قال، قانون مصر اللي هو قال ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق الاصيل بانها تحط لائحتها، بالتالي النادي الاهلي التزم بالجه في بنود القانون ما خرجش عنه في اي نص من النصوص. بنحاول نوصل الرساله دي لاعضاء نادينا ان دي مسؤوليه عليهم هم والاختيار ده بتاعهم. النادي الاهلي حط لائحه ومطبوعه وموجوده على الابواب وموجوده مطبوعه في كل حته للي حابب يقراها. في مقابل لائحه استرشاديه اتقدمت من اللجنه الاولمبيه المصريه مالهاش علاقه بينا احنا، الحقيقه هي اتحطت كنقطه نظام الناس تبدا منها، ولكن هي في الاصل كانت مفوضه الجمعيات العموميه انها تختار اختياراتها. فبالتالي احنا مقدمين للاعضاء بتاعه النادي اللي هم الموضوع يخصهم اساسا ما يخصش حد تاني اللائحه الخاصه بيهم. انا في تفكيري ان كل اهلاوي النهارده وكل عضو اهلي هيفضل انه ياخد لائحته، مش ياخد لائحه بتاعه حد غريب او لائحه مفروضه عليه من جهه تانية. المطلوب من الاعضاء ده اختيارك، يعني كل واحد يبقى مسؤول عن اختياراته. احنا كنادي اهلي وكلنا اسره واحده، ما عندناش تفرقه، ما عندناش الكلام اللي هو متصدر شويه في الاعلام ان في نوع من انواع الفتن او في نوع من انواع الاقصاء او في اي نوع من انواع اي حاجه غريبه في الموضوع. بالعكس اللائحه واضحه وصريحه جدا، واللائحه دي لائحه تنظيميه وموجوده جوه المكان عشان تنظم العمل فيه. بالنسبه لما يجي وقت انتخابات يبقى في انتخابات، ما اي حد مرحب بيه في انه ينزل انتخابات، اي عضو من اعضاء النادي الاهلي مرحب بيه انه ينزل انتخابات واهلا بيه.
بالنسبه لموضوع ان اللائحه مش هتعتمد والكلام ده، ده كلام متصدر مش مظبوط. مفيش ما يفيد في القانون او في اللائحه الاسترشاديه ما يمنع ان اللائحه تتعمل زي وفق النادي ما قال. هو قال كده، قال ان الجامعات، ان مجلس الاداره مفوض انه يجيب هيئه قضائيه تشرف على المساله وعدد معاونين كافي. ده نص قانون، مش احنا اللي حطيناه، يعني مش النادي الاهلي هو اللي كاتبه، لا ده جاي من اللجنه الاولمبيه بالشكل ده في اللائحه الاسترشاديه، والقانون ادى للجمعيه العموميه الحق في انها تعمل اللي هو عايزه. فالنهارده النادي الاهلي لا يخرج عن القانون ولن يخرج عن القانون، ودائما ابدا يدعم قانون جمهوريه مصر العربيه، وهيظل تحت مظله القانون. يمكن النادي الاهلي او مجلس الاداره تهاجم بشكل كبير جدا لاختيار يومين على بالنسبه لفرع النادي الاهلي ومدينه نصر والجزيره، لكن يمكن باكد على التوضيح ان هو اجتماع خاص، واجتماع خاص ده لم يحدد فيه يوم او اتنين. تتفق معايا ولا لا يا كابتن هاني في الموضوع ده؟ فندم ده استفتاء على لائحه، ده مش انتخابات. النهارده انت ايه الضرر اللي واقع على اي حد النهارده ان انا اريح اعضاء النادي؟ ايه اللي يخليني ان انقل النهارده 12500 واحد من اماكن متفرقه يجوا في حته واحده سنترلايز جوه قلب القاهره في عز فصل الصيف؟ النهارده احنا نتعامل، يعني الموضوع مفروض علينا في شهر 8، عمر ما كان في اي حاجه بتتعمل في شهر 8 في اي حته في الدنيا. معروف ان الناس كلها بتروح تصيف في الوقت ده وقبل دخول المدارس، وبعد كده في عندك العيد داخل. يعني انت الناس بتحط لك معوقات مش مفهومه ليه الاسبابها. انت بتعوقنا ليه؟ ايه المطلوب؟ احنا النهارده كاعضاء نادي او كجمعيه عموميه بتاعه النادي، انت بتحط لي معوقات ليه؟ انت يخصك ايه الموضوع؟ الموضوع ده يخص اعضاء النادي الاهلي. فالنهارده ان انا اكون معملها، والنهارده مفيش فرق بين مدينه نصر والجزيره، الاثنين يحملوا كارنيه واحد والاثنين في كشوف واحده، كلنا اعضاء النادي الاهلي. موضوع زايد اللي طرح برضو، موضوع زايد ده مساله قانونيه بحته. كونه فرع مؤسس في جزء منه كان عمل تسويه معينه، فباصبح له الحق يخش في كل الانديه، وده يدرك في الجداول العادي، ده عضو جمعيه عموميه زيه زي اي حد. بالنسبه لاعضاء زايد نفسهم، دي ناس كسبت قضيه، واللي يقدر في مصر النهارده ينقض حكم قضائي يتفضل يقدم ورقه يكتب على مسؤوليته هو انه يتحمل المسؤوليه بتاعه انه ما ينفذش حكم قضائي. احنا ده اللي النادي الاهلي طالبه، مش حاجه يعني ان في مسؤوليه في الموضوع ده. فالنهارده انت ما تحطليش المسؤوليه وتقول لي انا ماليش دعوه، لا اتفضل حضرتك انت تحمل المسؤوليه واحنا تحت امرك زي ما الدوله هتقول هنعمل، انما بس لازم يكون في حد مسؤول. ما ينفعش ان انا افوض المسؤوليه لمجلس الاداره واقول له ما تنفذش حكم قضائي بالراجل صادر الحكم، ما اقدرش ما انفذوش، لازم التنفيذ. اخيرا 25 و26 على ما اعتقد هيبقى يوم تاريخي في النادي الاهلي والجمعية العموميه النادي الاهلي، حابب تقول لاعضاء النادي الاهلي كلهم جميعا يوم 25 و26؟ كل ثقه وقناعه في ان اعضاء النادي الاهلي هييجوا يدعموا النادي الاهلي. احنا اهلاويه في الاول وفي الاخر، والنادي الاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. النادي الاهلي مش حاجه تانية، احنا ابطال، احنا ابطال بطبيعتنا، ابطال جمعيتنا العموميه ابطال برضو، هييجوا ان شاء الله وهنكسب. النادي الاهلي هو اللي هيكسب في النهايه. شكرا يا كريم. كل الشكر طبعا للكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر للنادي الاهلي بالجزيره، وتوضيح طبعا زي ما بنتكلم على اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. الامور كلها ان شاء الله بنتمنى لها كل التوفيق لعضو جمعيه النادي الاهلي، واكيد مستمرين معاك كابتن هيثم، وبنضمن لنا طبعا احد اعضاء النادي الاهلي الاستاذ نهاد غالي. طبعا برحب بك في البدايه، وعايز اخد رايك في اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، اكيد اطلعتي عليها، يمكن لائحه كل الاعضاء بتشيد باللائحه، انت حابه تقولي ايه في هذا الوضع، وشايفه الهجوم على مجلس الاداره الفتره اللي فاتت ده من وجهه نظرك ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا انا مش مع الهجوم على مجلس الاداره، الناس دي بتموت عشاننا، الناس دي من يوم ما اخترناها ملهاش اي مصالح شخصيه، الناس دي بجد. يعني انا طبعا مجالس الاداره اللي فاتت كلها طبعا الاهلي ما بيجيبش حد وحش، والاهلي ما بيرقصوش حد وحش، لكن باشمهندس محمود طاهر يستحق مننا كل الاحترام والتقدير والوقوف جنبه. مش عشان انتخابات ولا اي حاجه، لا عشان خاطر النادي. احنا ما حدش يملي شروطه علينا، ما حدش يفرض علينا حاجه، ما حدش يقول لنا اعملوا ايه ما تعملوش ايه، احنا اخترنا ناس فاهمه بتعمل ايه واحنا معاها، مش عايزين تكدسات على الفاضي في جمعيه عموميه، مش عايزين اي كلام من ده. الناس حابه فعلا تفكير باشمهندس محمود طاهر ان احنا في الجزيره ومدينه نصر علشان ما يحصلش تكدس، في ناس كتير جدا ما بتجيش الجمعيه العموميه علشان خاطر الزحام. فاحنا مع طبعا مع النادي ومع اي حاجه في مصلحه النادي، وباشمهندس محمود احنا حملناه عبء فوق مش فوق طاقته، هو متحمله طبعا واحنا بنشكره على كده، ولكن حقيقي يعني هو قد المسؤوليه ديت واحنا وراه، والجمعيه العموميه كلها وراه، والنادي اعضاء الاهلي كلهم وراه، فاحنا بنتمنى ان احنا ما نكونش حمل تقيل عليه اكتر من كده، ويستحملنا ومعاه وبيه هنبقى فوق الجميع فعلا. شكرا شكرا.
كل الشكر طبعا زي ما بنقول لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. الجميع في تحمس كبير جدا طبعا لاقرار لائحته الخاصه، وده حق اصيل بالنسبه للجمعيه العموميه. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد كل مشاهدينا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتغطيه خاصه للندوه الخاصه باللائحه الاساسيه للنادي الاهلي. زميل كريم احمد، شكرا جزيلا ليك وتغطيتك.